دراويش المي زين. هذا مال البشر، هذا الله يخليك، هذا مال البشر، هذا حتى الحيوان ما يشربه. عراقيون يتقاسمون الوجع، فالعطش قد أهلك بقاعا واسعة من المدن. هنا تشكو منطقة الزعفرانية من قطاع مياه الشرب لأكثر من 3 سنوات، ولقلة حيلتهم لجأوا إلى حفر الآبار لسد احتياجاتهم اليومية من المياه، إلا أن الأمراض الجلدية كانت لهم بالمرصاد، فمياه الآبار هذه كانت تحوي نسبا عالية من التلوث لتجعلها غير صالحة للاستهلاك. قبل فترة يجون يحفرون أبي هنا جديد على أساس بي مي، نقطة مي ما بي، ومي البير احنا حفرناه بوقتها 37 متر نزلنا جوا القاع، المي يجي بي الصفار هياته قدامكم، كبريت بي، معادن بي، فوسفات بي، حتى الدهن بي، يعني هذا الأطفال من يسبحون بي يشولحون. يا سادة أشوف هذا البلوك أصفر، هذا من المي؟ من المي، المي يطلع صافي ذهب، التركي ساعة بالتانكي صفر. أبي أرجع نحفر جا نشرب مي مالح، لاكم مي لا كهرباء، يخلف الله على المولدات جا نشغل ذهبي والأمبير ب15,000، يعني إحنا جا نشتغل عمال ذبن على المي على الكهرباء، والله ملينا. الألف يترسونا ب5,000 دينار ملينا، والحسين شو تسوي؟ الدولة لا تبع علينا، لا حكومة تجينا، لا حد يسأل علينا، ناسينا خو ما ناسينا، والله ملينا، وين نطوجونا؟ العاصمة تتسع والمياه تشح. قصة ماء بغداد تكتب فصلا جديدا إلى جانب فصول انقطاع التيار الكهربائي، حيث باتت تسرد معاناة الملايين من العراقيين الذين لا تزال أصواتهم تزدح طلبا لتحقيق العدل. أطلعوا مريتكم وطلعوا مريتكم وطلعوا، لا راتب لا كهرباء لا مي لا شغل الشباب، دمرتونا، لا تبليط، هسه مريض لا تبليط، كل شيء مريض، حتى رواتب مريض، جيبونا مي وكهرباء، بس مي وكهرباء، بس مي وكهرباء. هذا البير صحيح هو فايدنا، بس تدمرنا يا أختي، جهالنا كلها حصفت، ملابسنا على قوت الولد حصر علينا، نشتري ملابس جديدة تمولح غسلة وحدة وذبي زين، هدومنا انتهت، أماعيننا طبخنا نشتري مي آرو، احنا اعتمادنا على المي آرو زين، احنا كم دوب نشتري مي آرو زين، اكو ناس هنا خطية نهائيا ما عندها إمكانية، اي كهرباء نهائيا ماكو، يتجي باليوم لو ساعة لو ساعتين، الناس تصير كتل على هالبير، خطية والله هالعالم، تدمرت العالم، يعني يا حكومة حسوا بينا، انتهينا ترى. لسان حال هؤلاء الناس هنا يقول: لدينا نهران يسقيان نظام أشط العرب، ونحن لا نجد من يروي عطشنا. من منطقة الزعفرانية في بغداد، ندى المرسومي، التغيير.